لا نبدا ايه احنا هنهزر بس بقى ورحمه ابويا انت رخم يا ريت انا افزي بقى اتهدي بقى تيجي تقعد على رجلي يا بابا حاسه ان انا لمحتك في حاجه بس انت عملتي ايه قبل كده انت تروح تبوس ايد المخرج انه يلغي الحلقه دي ربنا ما يوريكي تشتغلي معايا امشي اطلعي بره يلا نعم يلا دوم امشي من هنا انا الهام شاهين بس على منفوخ شويه روحي اقفي هناك خلاص بقى بس يا ولا فاهم ليه يا ام بق 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 في واحده يا ما تخلص روح اتكلم بقى انتوا ايه ده انتوا جايبينها منين يعني في ايه خلاص انا ما وراش حاجه يعني ما بس كده انت تمام اسالك انا ليه لا 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 في تسجيل اتفضل يا بيه أكثر من 25 مسلسل وأربع أفلام هي صاحبة الملامح الرومانسية الهادئة عرفت تتمرد عليها في أكثر من دور ناجح معانا في نجم النجوم النهاردة النجمة منة فضالي منورة منة يا حبيبي منة نبتدي من محطة مهمة جدا أنا شايفاها يمكن المحطة الرئيسية اللي في حياتك ما قبل وما بعد مهمين بس يمكن الدور ده هو اهم دور انا شايفاه من وجهه نظري دور الملكه فريده حضرتي الدور ده ازاي انا ما عشتش عصر الملوك بقى والحاجات دي فكانت صعبه بالنسبه لي قوي لكن انا حاولت انها تكون بسيطه على حسب ما قريت لان طيب منا احنا هنروح لفقره بس هنروحها بعد الفاصل هي فقره نجوم المستقبل وطبعا احنا سعداء ان انت موجوده معانا خلينا نطلع فاصل ونرجع نقدم النجمه اللي هتكون معانا اوكي فاصل ونرجع لكم على طول اوكي معانا دلوقتي فقره نجوم المستقبل وبناء على استفتاء برنامج نجم النجوم اخترنا فنانة من النجوم الصاعدة اللي أجمع عليها الجمهور إنها نجمة شاملة وسعاد حسني القادمة معانا الفنانة نسمة ممدوح مبسوطة قوي ان انا معاكي النهاردة ميرسي يا حبيبتي بجد يعني انتي من اكتر الفنانات اللي بحبهم ازيك يا هبة ازيك يا حبيبتي اول ما قالوا لي هبة منظور عاملة البروجرام بجد ما صدقتش مش قوي من اكتر المذيعين اللي انا بجد بحبهم ربنا يخليك بعد اذنك بس انهي كاميرا بتاعتي؟ الكاميرا دي دي؟ الكاميرا دي طيب ممكن بس قولي للمخرج يعلي الاي ليفل انجل شوية عشان بتليق على وشي اكتر الهاي نسمة تعرفينا بقى عن نفسك بص انا بدات الكارير كمذيعه وعملت بعض المسلسلات وعملت فيلم الكامب وقعدت تقريبا سنتين لظروف ما ورجعت دلوقتي تاني كارير التمثيل اللي انا بحبه قوي ويا دوبك لسه مخلصه الجامعه طب انت شايفه انه سعاد حسني اللقب اللي قالوا لك انت لقب سعاد حسني اللي جايه شايفه انه ده بجد ولا حاسه انه ده لا طبعا يعني النجمه سعاد حسني دي اللي هو مجيش واحد على مليون من يعني جمهورها وهي بجد يعني سوبر سوبر ستار انا ما اتمناش حتى اكون واحد على ألف من نجوميتها وده شرف كبير جدا جدا منها بس انا الحمد لله شايفه الانسان لازم يكون متواضع واهم حاجه حب الجمهور اهم بجد من الشهره واهم من الفلوس واهم حاجه من القبول عند الجمهور زي الجمهور الجميل اللي قاعد معانا النهارده في الاستوديو منا انت مش ادوكي قبل كده لقب سعاد حسني القادمه اه صح طب برضو يعني اول ما لقبتي بهذا اللقب انت حسيتي ان انت في الوقت ده في الفتره دي القصيره دي انت ينفع تتقارني بسعاد حسني لا انا عمري ما بحط نفسي في مقارنه مع حد Tu sais, aujourd'hui, il est très difficile de venir ici. C'est la première fois que je fais des choses comme ça. Non. Mais j'étais un peu en colère et très tendue. Non. Je ne sais pas pourquoi. Tu comprends? Oui. Touri ici, c'est très difficile vraiment d'être ici. C'est la première fois que je fais comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis très tendue.
Je suis très très tendue. Tu comprends? Oui. خلاص. Ok. شاربة كاكاو قبل ما اجي لك عشان ريلاكس. معلش سوري سوري بصي حمام بس ممكن ثواني؟ اتفضلي. سوري انا المخرج هيضربني بس معلش انا اسفه جدا. حمام منين؟ حمام حمام ترى ده بجد؟ ده بجد؟ انا نو كومنت. بصي على فكره كانت معايا في مسلسل اسمه ايه بقى؟ عماله افتكر كانت طالعه برضه عامله الشويتين دول. وعايزه اقول لك على حاجه يعني قلب امرأة حاجه يعني معلش. من نفسنا هقول لك بعدين معلش. ايه ده انا شفت من دول كتير. كتير. منى انت لما قررتي ان انت تدخلي كارير التمثيل بشكل بروفيشنال ان انت عايزه تبقي ممثله، فكرتي ان انت تدرسي او درستي قبل كده؟ لا ما خدتيهاش. انا عامه ضد حكايه ان انا ادرس تمثيل دي صراحه يعني دراسه ساعات مطلوبه في حاجات معينه معلومات بتاع مش عاجب كلامي طبعا. انت حد بروفيشنال يا ماما؟ انا ما عنديش الكلام ده يا ماما. فانا الحمد لله يعني الحمد لله بيقول لك الموهبه والقبول زي ما مادموزيل نسمة قالت ده نمبر 1 وده بقى التوفيق من عند ربنا. يا لي بعد كده الدراسه لو انا عايزه يعني اثقف نفسي علميا بالظبط. يعني انت دلوقتي عندك الموهبه تثقليها بقى بالدراسه. عايز اقول لك بجد الكورس بجد فادني جدا. انا في الاول كنت بحس ان انا وانا بمثل ممكن يكون عندي قبول في العادي بحس ان انا بسمع. طب منى انت شايفه قصه الدراسه دي ازاي؟ يعني مثلا منى زكي طلعت عملت كورس في مثلا من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت. ما تفكريش مثلا انت بقى مثلا تطلعي تاخدي كورس بره دلوقتي؟ انت ايه رايك؟ طيب احنا هنروح فاصل ونرجع لكم على طول. طب ممكن تنادوا زيكو؟ زيكو؟ كحل كحل بس عشان ساح. والله العظيم انت بتكرم بقى صح؟ الكحل الازرق مش الاسود معاك؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك كحل ده كحل. اتفضل هات لي الكحل. قرف ده. يعني much better. much better. مش ممكن. ده مين ده؟ ايه يا حرام؟ ده انا عمري في حياتي ما عملتها. ده انا ما شفتش يسرى ولا الهام شاهين بتعمل تمن ال شفتي الهاب ده؟ معلش. طب هو الراجل يشتغل معاها كده ليه؟ ليه زيكو فين زيكو يعني؟ تعالى يا امي اشغلك. بصي بقى يعني ده رسمي عارفه اللي هو طلع كده عمل باي باي بس لسه هتيجي تضربنا. بقى فنان بقى نجم. يلا سقفوا يا جماعه ما تسقفوا. يلا 5 4 3 2 1. منى انت عامله ايه في الالبوم الجديد؟ انت قلتي ان انت مش مطربه، ده ان انت مقتنعه ان امكانياتك الصوتيه ما تنفعش انت تعملي حاجه. طيب انت عامله حاجه تاديه زي المواديين. طب ليه طالما امكانياتك مش قد كده؟ طب ليه بقى؟ انا حره بقى هتدخلي في على فكره سؤالها يعني انت مثلا هتقيميني؟ لا يا حبيبتي بس انا عشان كده نفسي في سنجل. انا خايفه على جمهورك بس. مالكيش دعوه يا حبيبتي انت من جمهوري. طب بالراحه يعني مش انا بسالك انت دلوقتي. انا بجد خايفه عليكي والله. انت انا عايزاكي تخافي على نفسك. عملتي يعني بعد الملك فاروق بجد الفنانه منى فضالي بجد فرقعت الدنيا. فاهمه منى فضالي منى يا حبيبتي. حبيبتي منى ومنى واحد. معلش صدقني انا عندي جمل اسمها منى. مامتي اسمها منى وانت برضه عندي جمل اسمها منى. لسه كنت بتصور وكان نفسي بجد اعمل الدور ده. انا ومنى جمله تحفه. لا ما تتريقيش على اسم منى عشان ده اسم مامي. مامي اوكي. I'm so sorry. I'm so sorry.
بصي هقول لك على حاجه، لو انا مضايقاكي في الحلقه انا ممكن امشي. يا حبيبتي انا جايه على شرفك. بحب لا لا شرفي ولا شرف حد. الحلقه أنا اسمها نجم النجوم وانت نجمه النجوم في الحلقه، وانا مجرد وجه جديد جنبك. لا يا حبيبتي ده انت نجمه. لا بجد انا وجه جديد جنبك. ده انت لا 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 على راس. اعوذ بالله من تواضع لله رفع. معقوله كده؟ لا لو مضايقاكي قولي لي والله. لا انا يا جماعه انا بس خايفه عشان تعبانه. يمكن هي ممكن نسال السؤال الجملي بقى. ربنا ما يوريكي وتشتغلي معايا. ليه بس؟ هتنبسطي قوي. واضح. بصي يا حبيبتي انا هقول لك كلمتين. طب احنا بنخدم خلاص. بعد اذن حضرتك الله يخليك. انا اسمي الحمد لله زي ما انت قلتي الناس بتحبني وكل يعني الشويتين اللي انت قلتيهم الله يخليك ويسترك يسترك. ليه بس يا حبيبتي تقولي كده؟ هشحت بقى ان شاء الله. ليه هتشحت؟ فبما ان نجمه. اه الله يسترك يا حبيبتي ميرسي. فانا عشان انا ابقى لطيفه ومحافظه على اللي انا وصلت له مضطره امشي. كملي انت بقى. او جو ريجريت مادام. جو ريجريت. كاسكل فيه؟ كاسكتي فيه؟ كاسكتي فيه؟ بلا ختم بلا بتنجان. دي تعبانه في دماغها. انت بتصور هي حاجة حلوة عشان تصورها؟ طب نختم. طب ممكن؟ لا 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 ماليش في الكلام ده، حد غير محترم عيب. انا محترمة مذيعة ولا محترماني ولا محترمة اي حاجة خالص. Tu es tendue de moi? خليك في نفسك يا ماما. يلا يا حبيبتي. يلا. Ça ne va pas. Vraiment ça va pas. يلا. C'est trop. اقول لك على حاجه، انا عمري في حياتي ما قابلت حد زيك. بجد؟ بجد. Really؟ انا مبسوطه بيك يا قوي. طب ايه المختلف فيه عن بقيه الناس؟ تجنني. هو لازم اجنن عشان كده يا هبه؟ مش كده ايه؟ بغير منك. صح؟ حرام يا حرام والله. دي وجهة نظري. منا احنا كنا سعداء جدا ان انت موجوده معانا. ميرسي. بس عايزه اقول حاجه. بس المادموازيل لو بتفكري اوكي اي نو لو بتفكري انك تكملي بالطريقه دي صدقيني الباب اللي انت دخلتي منه هترجعي بسرعه الصاروخ، وان شاء الله لو ربنا اراد واشتغلتي معايا بمعنى صح اوعدك مش هنشتغل مع بعض خالص. اول حاجه الرزق ده بتاع ربنا طبعاً. وانا ما اسمحش ان حد يتكلم كده على الرزق لان الرزق ده بتاع ربنا يا حبيبتي. ان شاء الله بجد ربنا يدي لكل واحد على قد نيته. يعني حبيبتي هي ممثله. خلاص الحلقه خلصت، بتعملي ايه في شعرك بقى؟ نسمع على فكره هي بتقول لك ما تسكتي، انا ساكتلك من بدري. انت ليه بتتكلمي معايا كده؟ انا عايزه عشان شكلك يبقى احلى بس. انت مالك؟ شعرك والله مش مظبوط، هتقولها معايا شوفي. مالكيش دعوه، اندهيلي زيكو يا زيكو. انت عارفه زيكو ده بياخد كام انت يا زيكو؟ انا الكحل عشان الكحل ساح. مش كحل ساح؟ يعني. طب بجد والله الحته دي مرفوعه عندك اهو. لا انت بجد والله العظيم يا بنتي انا خايفه على شكلك بس مظهرك. شايفه على مظهرك. معلش يا روحي انا عندي حاله عصبيه اما بيجيلي شعر. اعدليه بجد. هو انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ اعدليه بجد. لا بصي ما تتكلميش على مخارج الالفاظ لان انا دارسه فوناتكس ودي دراستي، يعني انا اساسا في اعلام ما بندرسش غير فوناتكس. يا واد انت يا جامد يا واد انت يا جامد. خلاص عموما احنا يعني هنختم الحلقه. منا يلا 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 الموضوع بدا يبقى مش لطيف عندي. منا احنا كنا سعداء ان انت موجوده معانا في برنامجنا حلهم بينهم كمان وكمان. انا معلب هاتي بوسه بقى. اي لاف يو. انت عارفه انا بحبك.
بحبك بس يا هزار. صدق بالله والله العظيم ثلاثة كنت هجيبها من شعرك. بص كنت هضرب والله العظيم ثلاثة كنت هضرب. انا ما عنديش تفاهم انا ما تغلط تغلط تغلط. هي ما شفتش واحدة كده ده هس هس والله كنت هضرب. على فكره انت عارفه انا عملت ايه؟ بتأمن عليا على فكره يعني لو كنت خدت بالك لو كنت خدت بالك انا مسكت جزمتي يا لهوي. باي باي. بصي هقول لك انت اتفرجتي على قلب امراه فعلا؟ انا كان عندي مشهد بعمله في قلب امراه اقسم لك بالله. اسالي استاذ مات جبتها من شعرها وضربتها في الترابيزه البيت قالت لي يا منى قالت لي اسمي في قلت لها اخرسي يا جمهور انت حلو. انا المره دي كنت كومود عادي. البرنامج حلو قوي قوي وكنت مبسوطه قوي بس يعني هبه ضحكت عليا زعلانه منك يا هبه. لا وبعدين نسا كانت جميله جدا جدا كانت هتتشوه كنت هتروحي بيتكم بقى لمامي وبابي بتشويني.